السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عندنا محاضرة قيمة عن 3D Printing مع أستاذنا المهندس أحمد حسب. هو مدرس مساعد بجامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية UC، ومتخصص في الفابريكيشن والديجيتال فابريكيشن، وشارك في العديد من المباني المصممة أبرزها مبنى الأوبرا اللي بيتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية حاليا، المين بيلدينج، وشارك في العديد من المسابقات، منها مثلا الفريق المشارك للاي يو سي في السيارات، مسابقه فيراري التابعه للنشاط الطلابي. هو صاحب مبادره التعلم للجميع، اللي هو عباره عن اقامه ورش تدريبيه للطلاب داخل الجامعات المصريه ومشاركه الجامعات الامريكيه والعربيه، وزار اكثر من 10 جامعات، وتم استضافته في قناه البي بي سي لعمل مقابله معه للحديث عن المبادرة التعليمية. والنهاردة إن شاء الله هنستمتع بحاجة عملية، إزاي نشتغل على الراينو وإزاي نشتغل أكتر من برنامج عشان نطلع منتج بالفابريكيشن. فشكرا يا دكتور، اتفضل. حاضر. نعم، انا شايف هنا في حد بعت حاجه، احنا عايزين نبقى، ما حدش يسال وعين شمس. ماشي، مذاكر بطل. طبعا انا طبعا شكرا ليك يا نور، انا طبعا شكرا للباشمهندس عمر، وشكرا لبيم اريبيا، يعني من الناس اللي بذلوا مجهود رهيب في تغيير الواقع اللي احنا عايشينه، وان شاء الله الدنيا تكون افضل مع الوقت. يعني انا طبعا هتكلم النهارده عن 3 printing. هقدم لكم نفسي طبعا تقديمه سريعا، انتوا عارفين حسب غيتت، يعني ما ينفعش اعدي فرصه زي دي. خلينا نقول ان انا حسب شغال في جامعه امريكيه من 2014، ماسك الفابريكيشن لاب بتاع الجامعه، وشغال في هندسه عين شمس، وطبعا سينيور ديزاين في جامعه مهندسين شيرين، وشغال راينو من 2007 2008. كانت زها حديد عملت ديزاين لمبنى كان هيتنفذ في القريه الذكيه، طبعا يتنفذ او لا ده موضوع تاني مش موضوعنا، بس انتل الوقت ده وانا شغال راينو، شغال طبعا جراسوبر وهكذا، وشغال دلوقتي في الدكتوراه بتاعتي في الماجستير كنت عامل بلوجنز اللي هي علاقه بالداتا اكستراكشن فور فابريكيشن، هو ده مينلي الريسيرش بتاعي. طيب عشان ما ارغيش كتير، الكيو ار كود ده هيوديكوا عندي على لينكد ان، والكيو ار كود ده هيوديكوا عندي على فيسبوك. الناس اللي ما تعرفنيش تقدر ان هي تدخل عندي على لينكد ان، افضل طبعا هتلاقي فول ديتيل انا مين، بشتغل ايه، وممكن يستفيدوا مني في ايه. اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه تيجي في باله طبعا يبعت لي، انا تحت امر اي حد والناس عارفه ده. طيب خلينا بقى ندخل النهارده في الجد. انا بصراحه النهارده ما عنديش المينتاليتي ان انا اعمل نظري برزنتيشن نظريه. اهلا وسهلا بك يا زهير بيه. عنديش استعداد نعمل برزنتيشن نظريه بصراحه النهارده، عندي تارجت ان احنا ندخل على طول في السوفت وير. طيب وطبعا الناس كتير، انا بحب ان انا اكلم الناس، ما بحبش ان انا ابقى وان تشانل كده انا بقول والناس بس سامعاني. فطبعا في انك تريز هاند في الزوم، او انك ممكن تعمل اون ميوت وتتكلم، بس طبعا تطلب عشان لو كذا واحد طلب يسال، طبعا العدد كبير وما الدنيا ما تضربش مننا، هنحاول على قد ما نقدر نشتغل وزين التايم فريم بتاعنا، بس انا طبعا هجاوب اسئله الناس كلها ان شاء الله طبعا قدر المستطاع، مش هتاخر على حد. طيب هو بصراحه السنه اللي فاتت 2019 شويه طاقه ايجابيه، طبعا احنا قاعدين في البيت، انا في المكتب لسه ما روحتش الحمد لله طبعا، والمعماري الشاطر بيتصرف ما بيعطلش، فكنت عامل حسابي ان انا اروح بدري واعمل برزنتيشن من البيت، بس شاءت الاقدار يعني فنعمل برزنتيشن في المكتب. المهم anyway شويه بوزيتيف انرجي. انا دلوقتي في شكيب كرييتيف هاوس بعمل برزنتيشن. السنه اللي فاتت في 2019 كنت مع مكنيل في الانترناشنال يوزرز ميتنج في فنلندا از سبيكر، يعني بنتكلم على الفابريكيشن وهكذا، فده ايفنت لطيف ممكن الناس تتابعه. وكنت برضو في شانغهاي يانج اوورد في شهر 7، الحمد لله بفضل ربنا، يعني يمكن ده حاجه جديده خالص مش اي حد يعرفها، ان انا من الكوميتي بتاع ديجيتال فيوتشرز يانج برزنتيشنز اللي هي نزلت الاعلان بتاعها من كام يوم، يعني دي احدث ابديت يعني الحمد لله. طيب طبعا انا هتكلم على 3 برينتنج النهارده، قلت لكم انا عندي تارجت رئيسي ان انا اتكلم على البروسيس نفسها، عايز افتح السوفت وير بصراحه ونتكلم عليها، ولو ان البروسيس على السوفت وير مش كبيره، بس انا حبيت اشير بعض الامثله اللي انا شفتها بعينيا لما كنت في فنلندا. كان من شغل اشيش مهيتي، فانا طبعا كاتب اسمه عشان الراجل ده لو دخلته على اسمه شفتوا الحاجات اللي هو مطلعها هتلاقوه مطلع حاجات مجنونه جدا، حاجات كتير تستحق الناس تبص عليها. يعني الراجل ده
انا شايف ان هو شاب صغير بس من العلماء يعني. 3 printing مش بس بيمشي على البرينتينج باث بتاعه، ولكن لو انا بصيته عندي على الماوس هنا هتلاقوا ان هو بيلعب في التايمينج. يعني ايه؟ حسب يعني البرينتر بتاديتيف مانيفاكتشرنج، فبتمشي على باث محدد وهي بتنزل اللايرز دي على بعض عشان تديني الثيك ماس. لا هو بقى ما بيعملش كده، بس انا عندي المكنه ماشيه على الباث بتاعها، ليها تايم، ليها تايم في الحركه وليها تايم للديبوزيتنج، وهي بتنزل الخامات. هو بقى بيلعب بيعمل جليتشنج بيخلي المكنه تتلخبط، فهي بتتلخبط اللخبطه دي هو بيتحكم فيها ويطلع برودكت نيفر اكزيستد بيفور. يعني انا بصيت على الحاجات اللي تحت دي شكلها بايظ، بس لا هو مطلعها كده عن قصد. طب استفاد ايه من الكلام ده؟ هوريك كمان شويه لو انا قربت اكتر. الحاجات اللي انا شايفها دي هي مش جليتشنج، يعني مش غلطه، هي غلطه طبعا، بس هو فضل ان هو يعمل 3 برينتنج على المكنه يتست امكانياتها، امكانيات ال 3 دي برينترز، لحد لما وصل للليمت، لحد لما عرف امتى المكنه بتعمل جليتشنج، وبدا يتحكم في الجليتش ده نفسه عشان يطلع اوت برودكت جديد المكنه اصلا ما تقدرش تطلعه، يعني بيوند الليمت بتاع 3 برينتر، او بمعنى صح بيوند الليمت بتاع 3 اكسيز 3 دي برينتر. طيب ايه حسب اللي طلعه لنا ده؟ ده سكر، يعني عمل 3 برينتنج بالسكر، المكنه بتاخد السكر وتبدا ان هي تحوله لبوليمرات وتسيحه ويرجع تاني يتحول كريستالات، فنشوف الاوت برودكت ده. يعني طبعا بيتاكل، انا اكلت. المهم انا ياما اتكلمت عنها دي، بس ولا مره عملت لها برزنتيشن. الحمد لله اخيرا عرفت اطلعها من التليفون، فهي دلوقتي ايه قدامكم. في واحده كمان بس للاسف ما لقيتهاش. ده فيديو لطيف جدا، من كتر ما هو عمل الجليتشنج قدر يتحكم في تخانه. يعني لو احنا باصين نحس ان هي 3 لايرز على بعض، هي كانها مش مكونه من 3 لايرز. المش المكونه من 3 لايرز دي هو بدا يتحكم في 3 برينتر، مع ان هي بتعملها ديبوستنج على بعضها، بس انت تقدر تفكها من بعض. يعني ايه تاني؟ ستيفن مون من الناس اللي هي قلبها ميت قوي. ستيفن مون الناس كلها بتدور عليه، بس ده اللاب بتاع اشيش مهيتي اللي احنا شايفينها دي 3 دي برينتد اوبجكت. يعني عندنا 3 دي برينترز طبعا في انواع لا نهائيه، النهارده نتكلم على عدد مش كبير منهم. ده باودر برينتنج، في بلاستيك برينتنج زي اللي كانت قبلها، وفي ميتال، وفي سكر زي ما قلت لكم، وفي بيبر، في حاجات كتيره هوريكم بعضهم. المهم في دي هي عباره عن هو دخل الديزاين بتاعه زي الجير بوكس بتاع العربيه، بعته لل 3 دي برينتر، 3 برينتر بيطبع الجير بوكس ده متلون واوبريتنج زي ما احنا شايفينه. طيب ستيفن ما، لو انا كتبت ستيفن ما اكسبيرينس، ستيفن ما اكسبيرينس ده بتاع شنغهاي، خريج ساي ارك في امريكا وعمل ساي ارك تشاينا. الهدف ايه بقى ان انا عمال اقول ستيفن ما؟ ستيفن ما طبع بنفس الميكانيكا اللي احنا شايفينها دي في فستان مراته. بمعنى ايه؟ حسب، بمعنى ان مراته فستان الفرح بتاعها كله اتعمل 3 برينتنج متكرمش واتفرد، فاصبح حاجه كامله. اللي كان السيستم كله كان بنفس البرينتر اللي مطلع الكومبوننت الصغيره دي. طيب وطبعا انا مسكتها يعني مبهره لما تيجي تشغلها. ايه كمان؟ الماسك اللي احنا شايفينه ده او الوش ده، وده انت لو شفته في الحياه بصراحه هتشك ان هو بني ادم حقيقي، الكواليتي مهوله. طب انا ليه بوريكم الحاجات دي مع ان احنا في مصر ما عندناش اصلا كواليتي البرينترز دي؟ لازم اكون عارف ايه اللي موجود. احنا عندنا في مصر الباودر برينتنج او السيراميكس ما بتقدرش ان هي تطلع ريزوليوشن عالي، وفي نفس الوقت بيطلع ضعيف جدا. الكالرنج سيستم بتاعها مش جامد، بيطلع زي دي بالظبط. يعني في مصر اي واحد بيعمل سيراميكس برينتنج هتطلع زي دي، مش احسن حاجه، لكن الكواليتي دي بصراحه لسه مش موجوده، بس لازم نكون عارفين عنها. طيب البرينتر اللي قدامنا ده، لو واحد من الناس اللي بتسمع البرزنتيشن بتاعتنا شغال في مجال الاكل، البرينتر اللي قدامنا ده بتاع اكل اسمه فوديني، بيعمل لنا عليه 3 برينتد باي كده صغيره، انت تقدر تعمل عليه 3 برينتنج لمخبوزات. البرينتر اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه فوديني، دي الماركه بتاعته. يعني انا قلت لو الناس حابه تدور وتتفرج على الاكل معمول 3 برينتنج، بما ان احنا بنتكلم على 3 برينتنج. البرينتر اللي قدامنا ده اسمه ام كور تكنولوجيز، بصراحه هو فكرته عجيبه قوي. ده 3 برينتر ورق، يعني ايه حسب؟ لو احنا بصينا فوق دي رزمه ورق عادي جدا، والاليمنت اللي تحت ده 3 دي برينتد اليمنت. طب ازاي رزمه ورق طلعت الاليمنت؟ هو بيحط الورق، يعني انا عندي الورق ده لايرز جوه ال 3 برينتر، فانا عندي الورق اللايرز بتاعي ده، ثواني بقى ايه عشان ابقى شايف نفسي ابقى عارف ان انا ايه باين في الكاميرا الورق. ايوه،
فالبرنتر بيروح قاطع، يعني وانا البرنتر شغاله فبتروح قطع السلوات مثلا كده، فقطعت السلوات ده حفرته في الورقه وثابت مسافه، فالحته دي بقت منفصله، تيجي ورقه تانيه فوقيها وتروح قطع السلوات تاني، ورقه تالته فوقيها وتروح قطع السلوات تالت، فالحته اللي في النص دي بقت زي الايلاند مفصوله عن اللي حواليها، لان المكنه بتقعد تحفر حواليها على ليرز لحد ما تديني الاوت برودكت على بعضه، وكل لير تحفرها قبل ما تحط الورقه اللي بعدها، بتسحب الورقه كده وتروح حاطه الورقه اللي بعدها وهكذا، وتلزق الليرز دي في بعض. طب ايه الميزه في ده؟ ان الاوت برودكت اللي عندي تحت ده قابل للحرق، ممكن احرقه لان هو ورق عادي جدا، وفي نفس الوقت هو يعني صديق للبيئه. ليه؟ لان ممكن اعمل ريسايكلينج للريزلت بتاعتي. ليه؟ بيطلع ورق كتير، بس في عيب ان هو بيهدر كميه ورق رهيبه. اني واي انا حبيت اوريه لكم برضه لان ده من المكن الجديد خالص ومفيش اي حد يعرف عنه. طيب يعني ده بقى المثال البسيط خالص من الفابريكيشن لاب اللي هناك، ان انا عندي الايه الاف دي ام برينتر اللي هو السلك العادي، ده موجود في مصر في منه كتير، لو اي حد عايز يعمل 3 برينتنج بلاستيك هيلاقي ده موجود في اماكن كتيره. انا اعرف ناس كتيره، في ناس في المعادي كويسين قوي اسمهم ضرب 17، يعني اي حد محتاج يطبع يقول لي بيطبعوا حاجات رخيصه، وفي ناس تانيين كواليتي رهيبه في التجمع اسمهم بدايه بتوع محمد فريد، برضه ناس كويسين قوي. المهم الاف دي ام برينتر ده مشهور في مصر. الثاني الاس ال اي مش مشهور قوي بس ليه بعض التطبيقات. طيب الفيديو ده انا عرضته قبل كده كذا مره بس عشان اللي ما شافوش، ده بيتكلم على فكره الميتال برينتنج وازاي ممكن يدخل في الفساد ديزاين او في البابليك ارت او في اي حاجه. الفاير اللي قدامي ده نفس الفكره بتاعت بلاستيك برينتنج، بس بدل ما هو بلاستيك اللفه دي، هي اللفه دي هنا زي الازير بتاع اللحام، والشغله بتاعت الكبيره دي واقفه على بيز ميتال فيها نيجاتيف انرجي مثلا، والبونطه فيها بوزيتيف انرجي، فبتعمل زي قفله فتبدا ان هي تنزل لايرز. الثري برينتنج عباره عن ايه؟ عباره عن اديتيف مانيفاكتشرنج تكنيك، بينزل لايرز باين خالص في الحديد ان هو لايرز. انا دايما بحب اجيب الفيديو ده لان هو واضح قوي لايرز باين خالص وهي بتحط اللايرز، طبعا حجم الشغل بتاعتها كبير فواضح فيها فكره اللايرز. طيب طبعا الكواليتي بتاعته جميله، وفي بقى حاجات كتيره وكوبري وبتاع انا ما عرضتهم، بس انا حبيت اجيب ده بس من القديم عشان يبين اللايرنج تكنيك لو حد ما شافش اللايرنج. طيب التارجت الرئيسي بقى النهارده، التارجت الرئيسي النهارده ان انا اعمل 3 برينتنج. طيب عايز اعمل 3 برينتنج حسب، هل انا بستخدم راينو؟ مش شرط. انا طبعا عملت لكم برزنتيشن للماي اون بروبوزل انا بشتغل ازاي، او احنا زي ما قلت لكم شغال في امريكيه في فابريكيشن لاب، فاحنا في الفابريك بتاعنا شغالين ازاي. احنا يعني شغالين على راينو، بنروح لمش ماكسر عشان اوبتمايز السبورتس، بعد كده نروح لسمبليفاي 3 دي عشان نجنريت الجي كود او بمعنى اصح البرنتنج باث بتاعي. طيب يعني تعال نروح للسوفت وير، لو انا نعمل بقى ايه نيو شير ايوه، ونبدا ان احنا اولا نتكلم على الراينو. بس اللابتوب هيفصل مش عارف كهرباء. One minute. نعود معلش سوري يعني غلط. المهم anyway طيب احنا قلنا ان احنا هنتكلم على الطريقه اللي انا بستخدمها. طيب انا عايز اعمل 3 برينتنج زي ما احنا قلنا، ففي البروسيس اللي انا كنت موريها لكم في البرزنتيشن عشان نكون بس قبل ما موضوع الكهرباء ده يحصل عشان نكون في البرزنتيشن، قلنا ان انا بستخدم راينو بجنريت عليه الديزاين بتاعي، بعد كده بروح لمش ماكسر عشان اوبتمايز السبورتس، بعد كده بروح لسمبليفاي 3 دي عشان اجنريت الجي كود فايل او اديه لل 3 دي برينتر. طب السؤال يا حسب،
هل ده الطريقه الوحيده؟ لا طبعا، في بدائل لسمبليفاي 3 دي، ده كتير جدا، كيورا وغيره، وفي طبعا راينو، مش شرط، ممكن استخدم 3 دي ماكس، سكتش اب، وات ايفر، ممكن ارت كام، وات ايفر، انا عامل الموديل بتاعي على ايه. طيب الباث ده اللي انا بستخدمه. طيب تعالى بقى نكمل ونروح الاول للراينو. لو انا في الراينو وعايز اعمل 3 دي برينتد اوبجكت زي ده، انا هوريكم اجمالا ثم تفصيلا يعني ايه. يعني انا عايز اعمل 3 برينتنج للبتاع ده، انا هقول لكم ازاي انا عملته، بس بعد ما نتكلم اجمالا الاول. لو عايز اعمل 3 برينتنج للبتاع ده، ف هنعمل شير للانتاير سكرين عشان ايه، يسهل الحركه. عايز اعمل 3 برينتنج للبتاع ده، اول حاجه عملتها لو انا خدته على طول داير، الطريقه العاديه اللي الناس كلها في مصر بتعملها، ان الناس بتكسبورت الاوبجكت اللي قدامي ده وتوديه اس تي ال للابلكيشن اللي هعمل منه الداتا اكستراكشن، او بمعنى اصح الابلكيشن اللي هجنريت منه الجي كود. الناس بتتخطى دي، يعني الناس ما بتعملش دي اصلا، الناس بتنط على طول. لا لازم دي، خلينا نشوف لما الناس بتنط على طول ايه اللي بيحصل. بياخدوا ده يودوه او بي جي فايل ويعملوا له 3 دي برينتنج او يجهزوا الداتا بتاعته. طب لما انا جهزت الداتا بتاعته، اللي انا شايفه قدامي ده، ده السيرفيس بتاعي اللي انا عايز اعمله 3 برينتنج، واللي تحت ده كله البلك الرهيب البلاستيك ده السبورتس بتاعتي. انا هنا موجود عندي، شوف كاتب قد ايه، بيقول لك 33 ساعه هياخد من عندك 456 جرام بلاستيك، هياخد شوف كل ده ملي متر، كميه رهيبه. طيب لو انا عملت اوبتمايزيشن زي ما انا كنت بقول لكم، الاوبتمايزيشن طبعا بيسهل الدنيا خالص. انا عملت اوبتمايزيشن على مش ماكسر، فجنريتد التري ستراكشرز اللي انا شايفها هنا دي، وبعد كده دخلت الايه الاوبجكت بتاعي. فبدل ما كان هياخد، لو انا بصيت هنا في اللي قبليه، كان الاول هياخد 33 ساعه، دلوقتي هياخد 9 ساعات. فلو كان هيعمل مثلا، هيكلف، لو انا بصيت هناك كان هيكلف 500 جرام، هو دلوقتي هيكلف 90 جرام بس. طيب اذا ايه اللي انا اتكلمت عليه دلوقتي؟ اتكلمت على السبورتس، انا مش محتاج الكميه السبورتات الرهيبه دي. طيب السؤال، انا هجنريت بقى السبورت دي ازاي؟ بستخدم مش ماكسر. مش ماكسر هو بقى الايه مفتاح المعادله زي ما بيقولوا، عشان يجنريت السبورتات بتاعتي الجميله دي. عايز ايه يا حماد؟ قول لي. احمد اللي سأل سؤال. طب يعني ايه، خلينا نكمل واديني 5 minutes and then اسأل براحتك قبل ما نبدأ في البتاع. طيب انا المش ماكسر انا عليه، بقدر ان انا لو انا المش عندي مش مقفولة سوليد، اميك شور ان هي سوليد، رقم واحد. رقم اتنين، بجنريت الفيرتيكال سبورتس اللي انا ايه شايفها عندي دي. طبعا انا عاملها رافلي، هي ممكن تبقى اكتر من كده، بس انا عملت حاجه سريعه لان انا في الاخر بوريكم الفكره وعايز ان انا ايه اعمل اطلع البرودكت. طبعا لو انا هوريكم اوت كمز انا طلعتها، ففي كتير طبعا، انا ياما وريت الناس، ممكن اوريكم بس اسمع. طب السؤال، قول لي حماده كان سؤالك ايه؟ سامعني؟ سامعك يا دكتور. لا هو مش سؤال، اتفضل. كان في حد عامل لا 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 سؤال، هو في زرار بس معلق معايا. طيب اوكي، نرجع تاني اوريهم، ندخل هنا نعمل شير تاني. جميل. طيب لو انا على راينو بقى، تعال نروح على راينو من الصفر، وعايز ابدا اعمل 3 دي برينتد اوبجكت. طيب لو انا عايز اعمل 3 دي برينتد اوبجكت، فانا لازم انشور ان انا شغال صح. يعني ايه حسب 3 printing؟ يعني هطبع، هطبع يعني الاوبجكت بتاعي ده ليه ابعاد، يعني برينتر ليها مقاس للسطح، البيد بمعنى مسمى علمي، البيد اللي هطبع عليه ليه مقاسات، فلازم اعرف الكلام ده، ما ينفعش اشتغل من غير ابعاد، ده رقم واحد. طيب لو انا هشتغل راين وهعمل ايه؟ وانس انا فتحت السوفت وير هيطلع لي بشكله ده، انا مش عارف اشتغل ازاي. لو الناس كلها شايفه عندي، خلينا نفتح ماجنيفاير. لو انا فتحت الماجنيفاير بتاعتي وعملت زوم ان كده ونزلت تحت وتحركت، شايفين كلمه مليمترز، انا كده الفايل بتاعي شغال بالايه، بالمليمتر. لو انا دوست عليه رايت كليك تو يونت سيتنج، انا كده هاديت الايه اليونتس بتاعتي، اختار ان انا هشتغل مثلا بالمترز، بالسنتيمترز، وات ايفر، لو ادور عليه سنتيمترز اهي، فاقول له اوكي، كده كل حاجه اتغيرت الى السنتيمتر. ده طريق، او ان انا هعمل كنترول ان، هيقول لي سيف تشينجز، هقول له نو، هيفتح لي الايه التمبلتس بتاعتي، هختار برضو بالسنتيمتر. انا كده عندي فايل جديد كله بالسنتيمتر، هبدا ان انا اشتغل عليه عشان اطلع البرودكت بتاعي. طيب وعشان اشتغل على راينو دايما
دايما انا لما باجي اشرح راينو بقول ايه؟ بقول يا جماعه انت عندك على الشمال هنا في ايقونات كتير، وعندك هنا فوق في تابات كتير، وعندك فوق خالص هنا في الحاجات دي، وعندك هنا في تاسك بار. طب ايه لازمه حسب كلام الفارغ ده؟ معلومه مهمه قوي اعرفها ان الراينو كات كام سيستم. يعني ايه كات كام سيستم؟ كات كام سيستم يعني، كات كام سيستم يعني ان انا الاكسبيرينس بتاعتي في الاوتوكاد او في سكتش اب او في 3 دي ماكس او في وات ايفر انا هقدر اعملها بروجكشن، لان هو شبه الاوتوكاد شويه. يعني انا اقدر اعمل سيرش، انا مثلا عايز اعمل اكسترود، فممكن اكتب كلمه اكسترود هيجيب لي كل ما هو شبهها. ممكن اكتب اي كلام هيجيب لي اقرب حاجه لاي كلام ده. بلس ايه تاني؟ لو انا عملت زوم ان هنا وبدات ابص على الايكونز، كل الايكونز اي ايكون فيهم هو رسم لي عليها شكل انبوت. وي لو انا وقفت عليها هيقول لي هي مين، لو الايكون دي بتشتغل بليفت كليك وقفت عليها هيقول لي هي سيرفس من ثلاث اربع نقط وبتشتغل بليفت كليك. لو بتشتغل بليفت كليك او برايت كليك، ليفت كليك هيطلع لي كذا، رايت كليك هيطلع لي كذا. طيب اي ايكون تحتيها مثلث صغير معنى كان جواها تول بار تاني. ايه المقدمه الطويله دي يا حسن؟ خلينا بس نقول ان كل التولز بتاعت الراينو موجوده هنا، ده اول مكان. تاني مكان كل التولز موجوده هنا. تالت مكان ان كل التولز موجوده فوق. رابع مكان ان كل التولز اقدر اكتب عنها هنا ويبدا يديني ايه البروبابيلتيز بتاعتي. طيب معلومه كمان نضيفها لطيفه نحب الناس تعرفها، ان انا لو بصيت هنا، لو بصيت هنا فانا عندي الايكون مرسوم فيها اللاينز البيضة دي متوازيه، وبعد كده في برودكت ازرق، ال دي عامل لي داير ما يدور. ايه حسب ده؟ لو انا جيت وقفت على دي مثلا كاتب لك لوفت ورسم لك حاجات متوازيه، لو وقفت على دي بيقول لك سيرفس من 2 3 4 ايدج ورسم لك هنا الابيض داير ما يدور. انا هقول لك من دلوقتي اهو، اعرف ان الراينو ديزاين بشكل كرييتيف جدا. الايقونه نفسها مرسوم فيها شكل الانبوت، الخطوط البيضاء دي الانبوت والازرق ده الاوت برودكت. ده رقم واحد. رقم اثنين، عشان اشتغل انا مش محتاج ابقى حافظ اي حاجه، انا حمار. يعني ايه؟ ما اعرفش اي حاجه، مش حافظ اي واحده فيهم، مع ان انا شغال من 2007، يعني بنتكلم في 12 سنه مثلا 13 سنه، بس انا مش حافظ ولا واحد. كل مره بعمل ايه؟ لما بدوس على الايكون واطلع فوق يقول لي سيلكت كيرف تول اوف، بروح ماسك الكيرف الاولاني فمش عارف اجيب الكيرفات منين، هدوس اسكيب اتكنسل الكوماند، اروح نازل هنا انا عندي اقف على يقول لك بولي لاين لاين سيجمنت، طبعا ده كنترول بوينت كيرف، انا اقول لكم تعالى نشتغل كنترول بوينت كيرف والنف. المهم عملت سكيل داون، رحت راسم كيرف مثلا كده وعايز اعمل نسخه منه، انا كاني شغال اوتوكاد ممكن اكتب كلمه كوبي وهاجي هنا في الفرونت فيو رحت عامل كوبي مثلا، ورحت واخد ايه، ممكن اخد كوبي ثانيه من نفس الكيرفات دي، تعالى ناخد كوبي كمان كده حلو، وبعدين حسب ممكن نقدم ده قدام شويه كده. اند ذن وانس ان انا عملت ده عايز اعمل لوفت مثلا، عايز اكبر دي هدوس دبل كليك هنا كبرت، عايز اعمل لوفت. اللوفت احنا قلنا ايه؟ تعالى نزوم ان تاني. لو انا وقفت على دي اللوفت رسم لي خطوط بيضاء متوازيه، انا حمار مش لازم افكر يعني ايه، مش لازم احفظ، هطلع فوق دايما اطلع فوق. سيلكت كيرفز تو لوفت، وانس ان انا شوف بيقول لك سيلكت كيرفز تو لوفت، وانس ان انا مسكت اول كيرف، بص كده انا خليت الثلاث كيرفات اهم زيهم زي الصوره الايقونه بالظبط اهم، راح ماسك الاولاني، اول ما مسكت الاولاني مسكت الثاني، راح مزود لي هنا بريس انتر وين دون، ورحت ماسك الثالث، ما هو هنا بيقول لي ممكن ثلاثه، ممكن زي ما انت عايز في الاتجاه ده، قلت له اوكي. كده طلع عندي، تعال نصغر بقى ثاني عشان ايه امكانياتي مش هتستحمل الشاشه الزوم ده ان قوي، بقول له اوكي. انا كده اصبح عندي ايه الاوت برودكت او السيرفس، هدوس هنا واقول له شيدد مود فبقى شيدد. الله عليك يا حسن، انا دلوقتي شايف السيرفس بتاعي طلع من اللوفت. جميل. طيب ده توتوريال سريع قوي مين هو راينو، بلس ان انا شغال انا ممكن اشتغل ليرنج، ممكن افتح هنا اللايرز واعمل نيو لاير واسميها حسب اللي مثلا كده. انا كده عملت لاير جديده، ينفع اخليها اعملها هايد، اعملها لوك، اعملها اللي انا عايزه، امسك الاوبجكت بتاعي رايت كليك اقول له تشينج اوبجكت لاير فنقلتها عليه، كاني شغال اوتوكاد بالظبط، فتعامل براحتي كاني شغال اوتوكاد. طيب المهم انا التارجت بتاعي في الاخر اعمل ايه؟ اعمل 3 دي برينتنج. طيب انا عارف ان البيت بتاعتي في الجامعه 20 في 20 في 20، فهعمل ايه؟ والله انا عاده بحب ارسم لنفسي الايه؟
الفوليوم عشان ما اتلخبطش. طب هرسم الفوليوم ازاي؟ هروح جاي هنا جايب كيوب واقول له يا باشا انا عايز 20 سم في 20 سم في 20 سم. انا دلوقتي اصبح عندي ايه؟ اصبح عندي الفوليوم ال 20 في 20 في 20. جميل. بعد كده هطلع فوق في كيرف، كيرف روم اوبجكت دوبليكيت ايدج. وانس عملت دوبليكيت ايدج واخترت الادجز كلها، اقدر امسك ده وامسحه. فدلوقتي اصبح عندي الادجز اللي هي ايه؟ اول اراوند. همسك الادجز اللي هي اول اراوند دي واعمل لها جروب. انا دلوقتي اصبح عندي ايه؟ الادجز اول اراوند، ده البيت بتاعي. انا عايز اعمل جواه بقى ايه؟ الاوبجكت بتاعي. طيب انا كحسب عملت اوبجكت فيري سامبل، لو انا وقفت على ده هيرسم لي ريكتانجلر بلين، هروح راسم هنا ريكتانجلر بلين. حلو. طب رسمته ازاي؟ حسب اخترته، بصيت فوق قالك فيرست كورنر اوف بلين، اخترت فيرست كورنر، قال لي سكند كورنر اوف بلين او اذر كورنر او لينث وات ايفر انت عايز تعمل ايه، حطيته. جميل. فراين وانس ان انت رسمت سيرفيس زي ده ممكن تدوس اف 10 يفتح لك الكنترول بوينتس. طب في بعض اللابتوبات اف 10 دي لمض الفرح بقى، تلاقي الكيبورد نور بقى والصوت عالي ومهرجان، ندوس فانكشن اف 10. فشلت خالص، تعالى هنا هتلاقي حاجه اسمها ايه؟ شو كنترول بوينتس. طيب المهم يا حسن، بعدين نبدا ان احنا نحرك الكلام الجميل ده. ايه اللي طلع عندي؟ انا عندي 4 بوينتس، فبدا يحرك الشكل على اساسه. طيب ولنفرض عايز اعمل بوينتس اكتر، في طريقتين. ممكن اعمل ريبيلد للسيرفيس بتاعي، حامينتين عدد نقط قليل، خليهم 7 مثلا. الديجري ثيرد ديجري يعني اورجانيك، هنشتغل اورجانيك فخلينا في ثيرد ديجري. وانس انا دوست اف 10 هبدا العب في الايه البوينتس بتاعتي واعدل فيها كده. انا بعمل بس اي حاجه دلوقتي شقيه نشرح عليها. طيب اند ذن رحت جاي هنا ومسكت الايه البوينتس بتاعتي وبدات احرك البوينتس دي كده. طيب بعدين انا عندي دلوقتي ده ايه؟ ده سيرفيس. حلو قوي. هل انا ينفع اعمل 3 برينتنج للسيرفيس؟ لا. انا ايه الكونسترينز اللي عندي في 3 برينتنج؟ عندي كونسترين رقم واحد البيد سايز بتاعي، المقاس اللي على الارض. كونسترين رقم اتنين الهايت بتاعي، ما ينفعش اتخطاه. ايه كمان؟ انا ما ينفعش اعمل ده كده سيرفس. جميل. لما بمسكه، لو انا مسكته عملت زوم ان وبصيت فوق، او وانس انا مسكته هيكتب لي هنا وان سيرفس ادي تو سيلكشن. جميل يا عم حسن. لو مسكته هو الخطوط هيكتب لي هنا ايه؟ كيرفات وسيرفسز. حلو قوي. طيب انا دايما هبص هنا هقرا انا ماسك ايه. وبعدين يا حسن ده السيرفس ده سنجل سيرفس، يعني تخانته صفر. ليه؟ لان الراينو بيشتغل على بيعمل برزنتيشن للاوبجكت، فالخطوط دي كلها مش حاجه، ده بس عشان ريبريزنت الموفمنت او 3 دي دايمنشن بتاع الاوبجكت. المهم خلاصه القول ان دي في الاخر السيكنس ده زيرو، ورقه شعره مش موجود، ما ينفعش اعملها 3 برينتنج. طيب لو انا شغال بلاستيك برينتر، فانا مثلا عندي سيكنس مينيموم لحد خلينا نقول ملي ونص، خلينا نقول 3 ملي عشان ما تتكسرش. وممكن يعني لان طبعا البرنتر ليه نوزل، ليه هيد، ليه راس. الراس دي اللي هي بتبدا تنزل الايه الفيلمنت بتاعي او الخامه بتاعتي اللي هي البلاستيك المتسيح ده. الراس دي وهي بتنزل البلاستيك ليها نقطه هنا نص قطر مقدار البلاستيك اللي بينزل. رول البلاستيك تخنت السلك البلاستيك ده سلك، لكن الراس الفتحه اللي فاهم تحت هي اللي بتتغير. ففي بقى مثلا ملي ونص، مين ملي مش متذكر اول ارقام، بس عندنا في الجامعه 3 ملي، ده اللي انا فاكره كويس قوي. ال 3 ملي دي بتطبع 3 ملي تخانه. طيب خلاصه القول، انا هطبع 3 ملي تخانه، يبقى انا لازم ابقى جنريتد السيرفس ده اصلا ليه تخانه 3 ملي. يعني ايه يا حسن؟ تعالى نعمل تخانه. نعمل تخانه ازاي يا ريس؟ هنكتب اوفست سيرفس. طيب وانس انا كتبت اوفست سيرفس، فرسم لي الاسهم دي. الاسهم دي عباره عن دايركشن النورمال، النورمال بتاع السيرفس بتاعي. طيب الديستنس انا شغال بالسنتيمتر، خليها 1 سنتيمتر. بص هنا مكان علامه اليد دي، تعالى زوم ان عشان اخواتنا اللي مش شايفين. لو انا بصيت هنا فوق السوليد يس، وانس ان السوليد يس وهقول له يلا بينا، هيعمل لي التخانه بتاعتي في لفوق مثلا وكلها سوليد. خلينا بس نحرر ده شويه من الارض. جميل قوي. اللي انا شايفه قدامي ده الاوبجكت بتاعي، بس انا حاسس ان واحد تخين قوي صراحه. خلينا نعملها تاني اوفست سيرفس، خليها 0.5 بحيث انها تبقى نص سم، 5 مللي يعني.
جميل. ايه كمان يا حسن؟ انا عندي بقى الاوبجكت بتاعي اللي هو النص سنتي او الخمسة مللي ده، عايز اعمله 3 برينتنج. قبل ما اعمل 3 برينتنج لازم اعرف حاجه، هعمل كوماند اسمه كليبنج بلين، هختار من فوق من هنا فيرتيكال واروح راسم فيرتيكال كليبنج بلين. الله عليك، انا ايه اللي طالع لي ده؟ شايفين القطاع ده؟ القطاع ده في الحقيقه بعد 3 برينتنج هيبقى عامل ازاي؟ ده طبعا اللي انا عامله ده بلين قطع، انا لو حركته كده هيجيب لي الاوبجكت بتاعي وهو بلينز. طيب هو اصلا في الحقيقه هيبقى البرينتنج بروسيس هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده يا ريس، كده هيبدا ان هو ينزل ده، ينزل 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 وهو طالع كده لحد لما يطلع البتاع بتاعي كله. جميل، كلام جميل يا عم حسن. ولكن ايه بقى؟ الثري برينتنج بروسيس عباره عن ان انا عندي الاكسترنال شيل دي ودي، وعندي جوه هنا في فيلمنت بيبدا ان هو يعمل انفل يحشي اللي جوه ده، بيعمل بتاع شبكه متقاطعه كده كده في الاتجاهين دول، كده في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، سامبوكسات على بعض كده كتير 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 او مربعات واتفر، بحيث ان هو يملى كل اللي جوه ده. فاللي جوه ده كله بيبقى محشي بلاستيك، شبكه من البلاستيك. انا بتحكم في الكثافه، يعني وانا بطبع بتحكم في كثافه البلاستيك اللي جوه، الشل اللي بره ثابته لكن انا بتحكم في كثافه البلاستيك اللي جوه، بحيث ان انا البتاع ده قوه متانته قد ايه، قد الريجيديتي بتاعه البلاستيك اللي جوه قد ايه، وهكذا. ولكن كل ما كتر البلاستيك الوقت يزيد احتماليه ان الرول، طبعا في برينترز، البرينتر عباره عن ايه، هاردوير وسوفت وير. يعني ايه حسب؟ انا بتكلم دلوقتي على ان هو بيطبع في انفل جوه وفي شل من بره، وانا ببرنت البرنتر شغال. البقره دي مثلا 450 متر مثلا او 500 متر، انا ما اعرفش، انا مش فاكر. طبعا ربنا يخلي كورونا وقعدت البيت، انا بص الكرش ضرب. anyway نرجع للموضوع. المهم البقره البرنتر عمال يسحب منها يسحب منها يسحب منها. لو البقره خلصت والسوفت وير ما فيهوش سيستم يريكوجنايز هو وقف فين، فكل اللي انا عملته باظ. يعني لو عملت كل دي وباقي الحته الصغيره دي والبقره خلصت والسوفت وير ما فيهوش حته يسجل البرنتر وقف فين، انا هرمي الشغل كله عيد من الاول. طيب في برنترز لو وقف بيقدر يسجل هو وقف فين في الجي كود. مش انا قلت لكم، انا رجعت للبرزنتيشن، انا قلت لكم في هنا حاجه اسمها جي كود، في فايل، في سيستم. الجي كود عباره عن زي تكست فايل كده. المهم التكست فايل ده والمكنه بتقرا سطور منه كانه بايثون مثلا، اديكم مثال، كانه كودينج، بتقرا سطور كتابيه. 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 5 6 1 1 7 8 9 10 اللي هو ايه، المسار بتاع النقط اللي هي بتقعد تتتبعه عشان تعمل 3 برينتنج بروسيس بتاعتي. ففي مكن لو وقف في الصف رقم 18 يفتكر ان هو وقف في الصف رقم 18، فانا ينفع اغير البكره واعيد تشغيل المكن. لكن معظم المكن لو وقف عند صف رقم 18 مجرد ان هو وقف نسي، هرمي الشغل عمل الاول. انا فاكر ان انا كنت بطبع مره عند الناس في ضرب 17 18 و اذ فجاه عطل منهم البرنتر بعد ما خلصوا شغله كلفت 2000 جنيه بلاستيك مثلا، قطعت الكهرباء وقفت رميناها وعدنا من الاول. طيب نرجع تاني للراين، الرغي الكتير ده هدفه ايه؟ ان الناس تاخد بالها ان انا لازم اعمل تخانه وانا بعمل اوفست سيرفيس، اخترت من فوق سوليد يس اند ذن وانس انا وصلت اللي انا عامله ده، فانا متاكد ان البتاع بتاعي ده، الشغله بتاعتي دي، السكيل بتاعها فيتنج جوه البرنتر سايز بتاعي. طبعا لا يفضل ان هي تقرب من هنا، كل ما اخلي فيه مساحه براحه يفضل طبعا، ده رقم واحد. التوتال هايت بتاعي رقم اتنين، ان انا هعمل التخانه وميك شور ان هي سوليد. ايه كمان يا ابو حسب؟ ايه كمان؟ لو انا وقفت دي هنا كده مثلا، وطبعا بتفيد جوه البرنتر وكل حاجه، ممكن ان هي تحتاج عدد سبورتس اقل. يعني ايه سبورتس؟ للناس اللي عندها زهايمر او ذاكره الدبانه، لو انا بصيت هنا فالحاجات اللي نازله كتير اللي واقفه البلاستيك دي سبورتس، شايفين كل ده؟ لو هي واقفه كان ممكن يبقى اقل. طيب تعالى نرجع هنا. طيب خلينا بقى احنا هنروح نجرب دلوقتي، هناخد دي ونيجي هنا في فايل ونقول له اكسبورت سيلكتد. طيب احنا في برينتنج ليكتشر، خلاص احنا دلوقتي بقى ايه بنبريزنت، فاحنا ممكن نسميها مثلا 21 او 1 بقت 2101، لعلها تكون سنه كويسه.
انا ما خدتش بالي من حاجه، انا المفروض اخليها اس تي ال. اس تي ال فين بقى الاس تي ال يا ابو حسب؟ لو انا بصيت هنا اس تي ال، اس تي ال، اس تي ال، انا وانس اخترت الاس تي ال خلاص هقول له سيف، جميل، واقول له اوكي، مش هلعب في حاجه، مش فارقه معايا دلوقتي، انا كده اكسبورتد الاس تي ال بتاعي. هروح هنا، خلينا نفتح واحده جديده، ولا اقول لك خلينا نكسب وقت، هعمل بس ايه، هاكزت البريفيو، هعمل ديليت للايه، الشغله القديمه، وننزل الشغله الجديده على وضعها من غير ما اعمل اوبتمايزيشن. هامبورت، انا سميت 2101، نزلت صغنطوطه، ده طبيعي جدا بيحصل مشاكل سكيل، هدبل كليك عليها. طبعا السوفت وير ده لايسنس الجامعه، ده مش بتاعي، فده لايسنس الجامعه الامريكيه، بس لازم اقول يعني، هحط زيرو واقول اوكي. طيب بقول له دان، انا كده ظبطت السكيل بتاعي. طيب انا دلوقتي لو هشتغل بالطريقه البلد العاديه زي كل الناس، فانا بعد ما دخلت الشغله بتاعتي هنا، فانا بظبط البروسيس، انا هعمل اديت، ممكن اعمل اد، هي هي، انا فيليكس برو برنتر، ده برنتر اللي عندنا في الكليه، بي ال اي، ده نوع الخامه اللي هنطبع بيها، ده لو احنا هنطبع، طبعا احنا مش هنطبع على حاجه. النوزل ديامتر بتاعنا مكتوب قدامي هو 0.35، ده النوزل ديامتر بتاعي. هاجي هنا اللايرنج، اللاير قد ايه، عندك اللاير هايت 0.2، بحيث ان هو النوزل 0.35 واللاير 0.2، فهيضغط اللايرز على بعضها اللي هو 0.1، فيبقى في ما بينهم ايه، ماسكين في بعض شويه. طيب الاديشن زي ما احنا شايفين بقى ايه، ابدا هنا بعض الحاجات بقى زي الرافت مثلا، الرافت ده طبقه بلاستيك على الارض، بحيث ان الاوبجكت بتاعي يبقى في حاجه ثابته، بلاستيك ينزل جامد يثبته على الارض. زي ايه الرافت ده ابو حسب؟ ورينا كده، بصوا كده، لو انا جيت هنا شايفين البتاع اللي على الارض دي، ايوه دي، يلا يا واد، ايوه دي اللي على الارض، البيت ده اسمه رافت. طيب يعني هنرجع هنا تاني، جميل، الرافت بتاعنا الانفل اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي التقاطعات اللي هتحشي الان بتوين الشيل بتاعتنا. سبورت، هقول له جنريت سبورتس، واجي هنا طبعا هقول له الانفل بتاعتها قد ايه، الديستنس قد ايه، والريشيو ماكسيمم انجل، المهم اقول له اوكي، اقول له بريبير تو برنت، هيبدا ان هو ايه، يجنريت دلوقتي، بيجنريت بيجنريت، خلص. لو انا بصيت هنا، انا عندي كده السبورتس بتاعتي الفيرتيكال اهي، وعندي الانفل جوه اهو باين، لو انا بصيت هنا شايفه، انا عندي الاكسترنال شيل وعندي الانفل اللي جوه. طب ايه لازمه حسب الكلام الفارغ ده؟ تعالى يا باشا نعمل بلاي كده هنا، بصوا، هنجيب من الاول عشان الناس تشوف من الاول، بص اهو، فيبدا ان هو ايه، طالع واحده واحده اهو، بيعمل اللايرز بتاعتي. لو انا طبعا ايه، ممكن اجي هنا بريفيو باي لاينز، لو انا عملت هنا كده اهو، يبدا يقول لي اللاينز، ده كده 3 برينتنج بروسيس بتاعتي لو انا شغال بالطريقه العاديه. طيب ايه الفرق بين دي وبين اللي انا بقول لكم عليها بتاعت المش ميكسر؟ الانف اللي جوه اهو الشيل بار، واللي على الارض ده الرافت، دي السبورتس. طيب ايه الفرق بين ده وبين اروح بالمش ميكسر؟ هنا لو احنا بصينا كميه البلاستيك، برج البلاستيك ده كله زباله هيترمي في الارض للاسف، واللي هناك ده كله للاسف برضه هيترمي في الارض. الحاجه بتاعتي في الاخر هي البتاعه الصغيره دي. طيب ايه لازمه بقى المش ماكسر؟ ان هو اوبتمايز السبورتس دي. تعالى بقى نوقف يا باشا، نعمل اكزيت بريفيو ونرجع بظهرنا تاني، نروح لمش ماكسر. الحاجات اللي احنا شايفينها دي طبعا هنعملها ازاي؟ طبعا خلينا نعمل رايت كليك، نفتح واحد جديد، ويمكن يطلع رزقكم واسع، وايه لو طول هوقفها، لو ما طولش يبقى شفناها. هنروح هنا 2001، ندخلها بامبورت، بامبورت، هو ما زال بامبورت، طبعا هو وقت كبير يعني. طب وانس ان هو دخل كده، عايز تتاكد من اليونتس، اول حاجه وانس انا شغال مع 3 برينتنج لازم اتاكد من اليونتس، دايما بتبقى دي المشكله، في دايما بيروح للملي، فانت ممكن من الاول تبقى شغال بالملي، انا بحب اشتغل بالسنتي وارجع اعدلها كده بحيث انها تبقى بالملي تمام التمام. بعدين يا حسب قول لي البتاعه مش في مكانها، هبدا اعمل لها ترانسفورم واحرك البتاعه دي بحيث ان هي تفت جوه البرنتر بيت بتاعتي. طبعا انا هنا مش شغال فيليكس، ده ممكن يبقى ميكر بوت، ممكن يبقى اي حاجه ثانيه. لو انا جيت فوق هنا اهو ميكر بوت، لو انا جيت على السهم ده بختار، بس طبعا انا ما اعرفش هو هنا اصلا في فيليكس برنتر ولا لا، بس لان انا بالنسبه لي ما بتفرقش قوي. ليه ما بتفرقش قوي؟ لان انا بروح مصغرها سنه هنا، وانا عارف انا صغرتها بسكيل قد ايه، بس مش موضوعنا دلوقتي. هنقول ان احنا ايه، هنأكسبت،
انا عايز صغرها عشان برضو لو حد عايز يعرف، شايفين المربع ده كده، انا كده صغرتها النسبه اللي هي الصغيره بتاعتي. طبعا بروح صغيرها على الراين وارجع تاني وقص. المهم انا كده صغرتها، لان في الحقيقه اصلا مش هعملها لحد راس البيض عشان ما تخبطش. طيب عايز اعمل السبورتات يا ابو حسن، هاجي هنا بقى في الاناليسز واقول له الاوفر هانج. الاوفر هانج دي اللي هي السبورت بتاعتي، الاحمر ده هي الحته اللي هتاخد سبورت. ما لو كترت ده، بص كده الاحمر بيزيد يا باشا، شايفين الاحمر زاد لما انا عليت ده، خليه 70 مثلا كده، كده كل الحته دي كده الحمراء دي تاخد سبورتات. ماشي جميل. سبورت جنريتور هنا بقى يجيب لك بقى ايه الانجل بتاعتي قد ايه، الدنسيتي بتاعتهم والهايت. او 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 اقول له جنريت سبورت، يقعد يجنريت. البروسيس دي بتاخد اراوند 20 ل 30 دقيقه حسب الجهاز بتاعك. انا الجهاز بتاعي كويس بس ستيل تيكينج ا لوت اوف تايم. طيب بعدين وانس انها خلصت هاخد الاوت برودكت وادخله هنا. بس انا لما ادخله هنا هعمل حاجه بقى، هروح في الادت في السبورتس والغي جنريت سبورت. فلما الغي جنريت سبورت، لان انا مش عايز، انا مش محتاج الفيرتيكال سبورت لان انا اوريدي زي دي كده هي جايه بالسبورتس بتاعتها. طيب هو ايه هيكمل وانتل ان هو يخلص. انا عايز اسمع اسئله الناس لو في اسئله، لان انا ايه اولموست كفرد اللي انا عايز اقوله النهارده. حد فيكم عنده اسئله؟ لو في حد عنده اسئله بس يعمل راس هاند. يعني اللي عنده اسئله يقول، ما هو يا انا حمار وما وصلتش المعلومه، يا الناس ما يا انا شاطر قوي. لا لا اكيد شاطر قوي يا دكتور، الله يكرمك يا دكتور. هو ممكن واحد يشتري الطبعه ديت ويخليها تطبع له طبعات تانيه؟ انا جامد قوي ايه. ايه يعني هشتري طبعه وخليها تطبع لي طبعات تانيه، ما عندي 100 طبعه. ممكن طبعا، يعني لو حضرتك عايز تديزاين 3 برينتر حضرتك مش محتاج، انت مش محتاج تشتري لها بقى، انت ممكن يعني بما ان احنا عاملين شير للسكرين والناس كلها شايفه احنا فين، ففي ويب سايت اسمه انستراكتابلز ايه كده على ما اتذكر. ايوه هو الواد ده، الويب سايت ده حكايه. انا لو على الويب سايت ده كتبت مثلا هنا 3 دي برينتر اي حاجه، هلاقيه يفتح لي 3 برينتر كامل والبيسز بتاعته وانزلها، وممكن حاجات اقطعها ليزر، حاجات اعملها 3 برينتنج بالفول سبيكس. فول سبيكس اوبن سورس، فول سبيكس لكل المكنه، اقعد اركب واعمل السيستم كل حاجه وانزلها واجمعها تشتغل. طبعا ده قائم، بس في ناس في مصر بتصنعها، يعني الناس اللي هي، وانا بصراحه عاصرت اتنين في مصر صنعوا 3 برينترز، اولهم ما شاء الله عليه يعني عالم من العلماء احمد عادل صاحب شركه مجسم، شركه لفت العالم كله يعني الفتره اللي فاتت، عامل 3 برينتر بتطبع اسنان. وفي الشباب اللي هم بتوع ضرب دول اللي هم في المعادي بيقدروا هم يصنعوا 3 برينتر ورخيص، يعني انا فاكر 3 برينتر ممكن ب 10,000 جنيه يجيب واحد، يعني مش محتاج. طيب في حد عنده سؤال؟ كانت اي جنريت السبورتس اون راين يوزنج جراس هوبر؟ والله يا محمد يا طارق ممكن تعملها، انا ما اعرفش. بص ما فيش حاجه على راينو، ما فيش حاجه مستحيله، واقدر اقول لك ان انت اجابه لسؤالك الجميل، لو انا فتحت فود فور راينو هنا اهو ورحت جاي مشكورا، مش هدخل راينو بقى، هتشقى افتح جراس هوبر بقى، واروح جاي هنا وانزل وادور في الكاتيجوريز. انا عندي في، لو في 3 برينتنج يبقى كويس، انا اعتقد في فابريكيشن في 3 برينتنج، في اديتيف مانيفاكتشرنج اهي ممكن نخش عليها، هتلاقي حاجات كتير قوي بتتكلم عن 3 برينتنج، هتلاقي انا واثق. انا مش محتاج، انت مش محتاج انا يعني ما تعرضتش لشغل محتاج ده، بس انا واثق ان انت لو دورت هنا كويس هتلاقي حاجات عن 3 برينتنج. ممكن تكتب هنا طبعا انا 3 دي برينتنج، ممكن تلاقي يعني طبعا، بس الحاجات دي بتتكلم عن روبوتكس، احنا بنتكلم عن سكيل اصغر بكتير يعني. يعني هي مش دول، زي الطريقه الثانيه بقى، مش انك تكتب، ما تكتبش، انك تتعلم بس على الاديتيف مانيفاكتشرنج وتبدا انك تدور في المانيفاكتشرنج بروسيس هتلاقي حاجات، ده فور شور، ده كلام نهائي. طيب كان في واحد تاني سال سؤال تاني، في سؤال نشوفه. هل ممكن نعمل سبورت لحاجه طالعه من سكتش اب على المش ميكسر؟ لان مش ميكسر بيشتغل على مشز، ده اصلا ما بيفهمش اي حاجه غير المشز،
الاس تي ال دي تايب اوف ميشز، فانا هطلع من سكتش اب يا اما اس تي ال يا اما او بي جي واروح مدخله في مش مكسر، وكمان ممكن اعمل تشيك على مش مكسر ان انا اميك شور ان هو السوليد، فيبقى تمام التمام ينفع. طيب سؤال تاني؟ هل ممكن اعرف ال 3 دي برينتينج وصلت لفين في مجال الهندسة المدنية في مصر؟ في مصر؟ اه لا في مصر اسئله محرجه دي. في مصر لا مفيش، يعني مفيش مثال يذكر بصراحه، يعني هو للاسف. لو كلمنا على الامارات تقريبا قدروا يعملوا 3 دي الامارات في، برينتينج. لو كلمنا عن الصين اقول لحضرتك يا باشمهندس عمر ان في مبنى عمله ستيفن ما التيجان العمدان ميتال 3 دي برينتد ميتال، يعني عامل العمل بلاش. في قاعه اوبرا ستيفن ما بينفذها دلوقتي في الصين، الحيطان كلها فيها اورنمنت كلها 3 دي برينتد ميتال ومتدبسه او متطعمه في الانتيرير بالكامل، بس لسه احنا مصر شويه. الناس اللي عايزه تذاكر عن 3 دي برينتنج طبعا الكورسات كتير، يعني اعتقد اي دي اكس مليان، يعني انا بشتغل من على لينكد ان ليرنينج وليندا لان انا عندي اكونت، بس ما اعتقدش كل الناس هتعرف تدخل عليه. ممكن اكلمكم عن طباعه المكتبات المعماريه بشكل عام. ما هو طباعه المكتبات المعماريه بشكل عام هو اللي احنا بنقوله ده، حص اي حاجه من اللي احنا حكيناها دي توديك لطباعه المكتبات المعماريه. وصلت لفين في مجال الدي برينتنج؟ ممكن اعرف الهندسه المدنيه في مصر؟ ما انا احنا قلنا هي في مصر الموضوع يا باشمهندس عمر عطلان شويه، يعني متباطئ. كانوا يعني بصراحه كانوا كلموني شركه العاصمه الاداريه وكان في مناقشات ان احنا نجوين الفورسز عشان يعملوا 3 برينتد اليمنت في النهر الاخضر، بس ما كملناش. وكان في شركه واحده في مصر اللي هي اي كونستراكت اللي هي فرعها بتاع دبي، عمل المركز المعلومات الكبير اللي معمول 3 برينتنج اللي هو اول مبنى اتطبع في الشرق الاوسط بتاع دبي، دي ليها فرع في مصر. عملوا حاجه 3 برينتنج بيلدينج؟ لا لسه ما فيش. عايز اعرف اقصى ابعاد ممكن اعملها في البرينتر الديسك توب؟ لا يا بطل ده سؤال مش في محله يا باشا. ليه سؤال مش في محله؟ لان هي ممكن تصنعها في البيت زي ما باشمهندس عمر سالني، انت ممكن تجيب مهندس ميكاترونيك يصنعها لك، انت ممكن تعملها بالابعاد اللي انت عايزها، انت ممكن تعملها قد كده وممكن تعملها قد الاوضه براحتك. وصلت لايه في الاكسدام العربيه في نص العربيه؟ احب اقول لك ان ستيفن مو، هو اقعد اقول ستيفن مو كتير لان هو درس في ساي ارك وعامل ساي ارك شنغهاي، وطبعا عنده اسيتس الجماعه الصينيين بيصنعوا الخامه وبيصنعوا المكنه، فطبعا عندهم كل البوسيبيليتيز ان هم يطلعوا الترنتيفز احنا ما شفناش قبل كده، بس انا متابعه على وي شات طبعا ما بينزلش على فيسبوك. المهم عمل 3 برينتد فانوس عربيه مثلا، تلاقي فانوس العربيه ده امبيدد جوه الماتيريال بتاع البلاستيك بتاعته الباغه دي، رسومات بقى وكلام وكتابات وقصه. عمل 3 برينتد هدوم طالع منها زي شعر كده بيتحرك ازاي مش عارف ايه. لا طبعا في حاجات كتير الناس دور على ستيفن ما اكسبيرينس على قد ما تقدر. هل ممكن نطبق كونكريت؟ اه طبعا الكونكريت يا زهير باشا، اقصد السبورت. سبورت ايه؟ هل ممكن تطبيق هذا المبدأ على طباعة الكونكريت ثلاثي الابعاد؟ مش فاهم يعني ايه توصل للسبورت. السبورت السبورت لا بطل، لا لو انا هشتغل كونكريت فده ماسيف ماسيف ستراكشر، ده ويت ديد لود رهيب. ففي الحاله دي هبدا بقى ان انا اتجه لحته تانية خالص للمعلم. من هو المعلم بقى؟ اسمه اميبا. تعالى كده نشوف على فوق في الراينو ده بتاع استاذنا ده، يعني الراجل اللي عامله اميبا للاسف مش عارف مش هنا. لا ده كاتب غلط. اميبا اللي هي المرض اللي هو بتاع المعده ده، هو اسمه بلوجين عليه مش موجود هنا. اميبا ده بلوجين عامله دكتور ميكي اكسي. اميبا ده بيقدر ان هو يعمل اوبتمايزيشن بس بايجنت، فيقدر ان هو يعمل نفس فكره التري ستراكشر اللي مش ماكسر عملها دي بس بستراكشرال سيميليشن، يعني هيعمل structural simulation while generating ال 3D. لكن هنا عشان هو في الاخر بيعمل بلاستيك، انا عامل له بقول له على ميكر بوت، ميكر بوت بتاع قد كده بي ال اي بلاستيك، هو في الاخر بيعمل بلاستيك فالانشائي بتاعه مش ازمه. لكن هو بيشتغل على السبورت في كونكريت
ساعتها اقول لك اميبا ده الميجور بتاعك، ميجور اليمنت، ده المعلم جوكر. لازم اوريه لك يا زويربي. اميبا جراس اوفر، يا اميبا بالاي ولا بالاي؟ هو ده، هو اميبا ده، ده المعلم بتاع الحته دي، ما نقدرش نتكلم في وجوده. طيب ينفع اطبع بمادتين؟ ينفع. في البرنتر اللي عندها في الجامعه فيها اثنين نوزل، ممكن تسينكرونايز الاثنين نوزل يشتغلوا مع بعض، اسمها فيليكس برنتر، بس 120,000 جنيه، مش شيلش بالك بيه. اللي بتطبع ماده واحده بس هي اللي ب 10,000 تقدر تجيبها في البيت. هل ممكن اعرف ابعاد المكن طباعه عشان مباني زي الاثار؟ لا بطل. مين اللي بيسال السؤال الحلو ده؟ رغده. بص يا رغده، مباني زي الاثار، خلينا نتكلم على تو سكيلز. سكيل حاجات صغيره، تماثيل زي اللي بنشوفها على النت جامعه امريكيه بتبقى منزلاها دي، تمثال ايه راسه مقطوعه بحته من رقبته فطبعتها وركبتهم على بعض، ده سكيل. في سكيل تاني خالص، ان انا عندي مونيمنت وابدا اطبع عليه. ما حدش يشتغل على سكيل مونيمنت، هم جربوا 3 برينتنج على سكيل حاجات صغيره. فمباني زي الاثار بيطبعوا بفيري ديفرنت ماتيريال عشان يبقى باين، زي ما بيجي يرمموا مثلا الحاجات الكونكريت فبيروحوا ملطخين كده، ايه زي ما بيقولوا بالبلدي كده، الاسمنت على جدران المعابد عشان تبقى عارف الحته القديمه من الجديده. نفس الفكره بالظبط. طيب شكرا لكم، العفو. نزلنا كتب ارتور بتدنسكي، لو هو شاف الحته دي ممكن يحبسنا، انا اتخطاها. انا اقصد لما نطبع ماكيت انا وقتها مضطر اعمل كذا جزء من المبنى. لا طبعا ممكن تطبع الماكيت كله على بعض. لو حد عايز يتكلم يطلع صوته انا ممكن اسمعه عادي. عايز يبتدي في المجال دي تنصحه بايه؟ يدور يتعلم السوفت ويرز الاول. ايوه دعامات يا زهير بيه. لو عايزين نطلع بعد المحاضره نقرا اكتر عن الموضوع، للاسف انا ما اقدرش اقول لكم ابعتوا لي ايميلاتكم، ابعت لكم كتب مسروقه عشان كده حرام. ادور على النت. هي ارخص طبعا، ممكن نستخدمها كطلبه في مشاريعنا، ان انت تروح للراجل اللي انا قلت لك عليه بتاع المعادي ده. هبعت للمهندس عمر البيج بتاعته، يحطها يعني اتاشها مع الفيديو، الناس كلها تلاقيه. اسمه مهندس عمر. نعم يا باشمهندس احمد، عن اتفضل باشمهندس احمد. هو مرضي باشمهندس احمد؟ ايوه انا ولا احمد تاني؟ لا لا العفو يا دكتور، لا لا العفو، باشمهندس احمد. طب واحد رفع ايديه اسمه احمد، اتفضل. قول يا احمد بيه، لو عالي ممكن صوت. يا دكتور تعيد لي الشرح بس في ملخص سريع إذا ممكن. لا صعب ده، انا بقالي ساعه. احمد مين اللي معايا؟ احمد الحاجة شرف. مسجلة، الحضرة مسجلة. احمد شرف آخر صح؟ 5 دقائق. مين احمد شرف ده ولا مين؟ لا واحد تاني. واحد تاني. طب هتلاقي المحاضره متسجله كامله، انا بقالي ساعه، سامحني انا اسف وتعبت وعايز اروح، انا لسه في المكتب، انا غلبان. الله يبارك. بفلوس؟ ايه اللي بفلوس؟ انا مش عارف اتكلم على ايه بس ماشي. How does a 3D printer react if the model is solid but perfectly smooth؟ هيطلع تماما سموث، لان انت وانت بتجنريت هنا هنشغل دي، مش في هنا يا باشا في نسبه، هنا في لير، وهنا في نوزل دايامتر، كل ده انت تقدر تتحكم فيه. فود فور راين، حد حطه؟ مشكورا من رغب في التطوع بيم اريبيا. لا طبعا. بالنسبه لتداخل القطع على الراين لازم تحليها. طب انا الايميل بتاعي اهو، احمد حسب at aucegypt.edu، ده مبدئي. هحط لكم البيج بتاع الفيسبوك رجاء بقى، واحنا ايه بالمناسبه باني افتكرت الحمد لله. انا يعني عندي 5000 فريند، فرجاء اللي عنده سؤال يبعت لي على الفيسبوك ماسنجر، بس هتاخر عليه في الرد، الناس بتزعل لما بتاخر. انا من ناحيتي انا بيبقى في الاف مئات بعتين يسالوا، فالناس تسامحني عشان بس بلاقي الناس بعتت لي علامات استفهام كده، ما تردش علينا ليه؟ والله يعني توتالي غصب عن، مش بايدي انا، مش متاخر. لو انا عايز اعمل شير لللينك، لو انا خدت ده كده اهو كوبي وحطيتها هنا، اعتقد ده يوديكوا للبيج. طيب ولينكد ان كمان بالمره عشان نبقى عملنا كل الواجب اللي علينا، اهو لينكد ان احمد حسب، كنترول سي، نقدر نتابع اللايف فين على انهي بيج. والله ربنا يدينا الصحه وطول العمر، طول ما بيبقى قريبه موجوده احنا شغالين عليها، وهتلاقيها عندي على الفيسبوك بتاعتي، ده لينكد ان بتاعي انا بعته لكم هنا. الناس عايز تعرف ديتيلز اكتر عن اي حاجه، بعض الحاجات هتلاقوني حاططها وكاتب عنها شرح.
طيب خلاص كده شايف مفيش أسئلة تاني. باشمهندس عمر، حضرتك محتاج مني حاجة تاني ولا براءة؟ لا لا استنى استنى دكتور. لا لا زمان كان في سؤال كده يتقال ايه، يقول لك الفرخة الأول ولا البيضة؟ فاكر السؤال دوت؟ الفرخة الأول ولا البيضة؟ حلو، فكرني. كان في سؤال كده يقول لك الفرخة الأول ولا البيضة، يعني ما في بحث علمي بيقول إن الفرخة الأول يعني على أساس البروتين وكده. دلوقتي بقى لو في مصنع صنع آلات تبني مصنع، فيبقى أنا الأول المصنع ولا الآلات اللي صنعت المصنع؟ الأول للمصنع، الآلات اللي صنعت المصنع. لا، الأول ما البني تخش في آدمين. جوه. الأول البني آدمين. تمام البني آدمين هما اللي هيبنوا المصنع الأولاني وهما اللي هيعملوا المصنع الثاني. بإذن الله يعني دكتور. خلينا نقول إن الناس لازم تموت نفسها بجد، تتعلم. صح. يعني أنا في 2007 كانوا في الكلية بيطردوني من السكشن، يقولوا اطلع بره. أنت الدكتور أحمد عابدين ربنا يديله الصحة وطول عمره ويبارك له، كان بيقول آمين. اطلع بره انت بتضحك عليا وبتضيع لي وقتي، بتردني من السكشن. كنت جاي امتياز برضه في الاخر، بس كان بيطردني في الاول. ما علينا. بس النهارده مثلا دكتور ام كذا كلمني عشان اعلم ابنه مثلا، عشان هو سافر انجلترا دلوقتي يدرس. بس لما كنت انا عنده في الماده كان بيروقني. فعادي الناس تمشي، يعني الناس تتعب وتتعلم. احنا يعني فضلنا نشتغل لحد ما الحمد لله بقيت في الكوميتي، يعني شايف دي بدايه كويسه. يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله. باشمهندس حازم اتفضل. حازم ايوه رمضان. يا مهندس، امورني. دلوقتي انا كنت بطبع تمثال 3D printing. الصوت مش واضح، تعرفوا الصوت مش واضح. انا كنت جربت ان انا اطبع تمثال ارتفاعه 2 سم على 3D printing، فصاحب المطبعه قال لي ان باظت منه. لان 2 سم كنت بتطبعه بلاستيك، صح؟ بلاستيك. البرينتر البلاستيك ما ينفعش في السكيل الصغير قوي ده. ليه بقى؟ يعني البرينتر البلاستيك، بص، هو ينفع عشان نبقى واضحين، ينفع 2 سم دي يعني قد كده، هو مش صغير. تمثال فيجر انسان يعني. ما انا عارف، ما هو 2 سم. انا هقول لك، بص، خلينا نقول حاجتين. اولا ينفع، ولكن لازم تبقى برينتر كويسه، النوزل جديده، الكلير بتاعها سليم مظبوط مع الوقت وكتر الاستخدام بتوسع او بتضيق، فاهم؟ لازم تبقى مظبوطه. في حاجه اسمها ان انا باوفر رايد السرعه بتاعتها، السبيد والهيت، فهعلي الهيت وهقلل السبيد قوي، هتبقى ماشيه بالراحه، وهكتر قوي الانفل. بس انا برضو في ليميت، يعني النوزل بتاعتي ملي ونص اقل حاجه، فلو البتاع 2 سم وفيها تفاصيل عينين وش ومناخير ودم مش تلحق تبان. حلها الوحيد اروح اعملها سيراميك، ولو عملتها سيراميك هتتكسر مني. حلها الوحيد تروح تطبعها ميتال، بس مش موجوده في مصر. فانت الاسهل روح سمير وعلي، اشتري العسكريين دول واشتغل بيهم. تمام. باشمهندس محمد عماد. السلام عليكم. انا سؤالي سريع جدا يا دكتور. انا عندي موديل راينو شغال عليه في حوالي لوفت ما بين 12 ل 14 كيرف. انا كتبت لحضرتك السؤال بس انا كتبته غلط للاسف. انا قصدت انه السيرفيس نفسه از سوليد سيرفيس، بس في اجزاء منه مش بيرفكتلي سموث، يعني في نقط ما بين الكيرفات اللي انا هيطلع لك بوصل زي ما هي بينها بالظبط، هيطلع لك زي ما هي بالظبط. يعني مش هيقراها كايرور، مش هتكون مشكله ان هي مش هتبقى ايرور. بس اهم حاجه انها تبقى جوين. جوين اكيد. اي يعني لو عندي تمام ده دكتور ورحت ضارب واحد تاني فيه كده عادي، بس يبقوا بالظبط. همسكهم الاثنين واعمل لهم ايه، جوين، او اعمل لهم بوليون يونيون مثلا، افضل كمان مفهوم بوليون يونيون مفهوم. كده شكرا. هو حاجه واحده. اوكي، تحت امرك. تمام دكتور، شكرا لحضرتك. باشمهندس جهاد او باشمهندس جهاد. تحت الاثر. الو. اتفضل. طيب في سؤال باشمهندس علا، هل تصميمي المبنى على الراينو يضمن لي انه ممكن ينطبع 3D بسكيلو الحقيقي على الواقع زي مبنى البلدية بدبي او في محطات معينة؟ بس هو الموضوع بقى مش هيبقى راينو، هيبقى راينو ومحتاج ان انا اجيب الناس بتوع الستيل ستراكشر يعملوا ديزاين ويشتغلوا تكله، واودي الستيل بتاع الديزاين بتاعي ده، التكله بيدخل على الجراسوبر بيكونكتوا مع بعض، والراينو يودي الجراسوبر والجراسوبر يودي التكله، فاقدر اجمع كل حاجه مره واحده عشان اعرف اطلع المنتج بتاعي. شكرا يا شريف دي.
فانا عشان اقدر اطلع منتج حقيقي سكيل 1 تو 1 لازم انتجريت الاستراكشر مع الاركتكشر، ما ينفعش اعتمد على الاركتكشر بس. فلو قلت كلمه راينو بس وانا كده بعمل ايه بلاستيكه مثلا زي دي، لكن لو هعمل سكيل منشا مش هينفع، لازم اتكلم على تكلا، لازم اتكلم على بيم تول زي راينو بيم، زي فيجوال ارك على راينو، زي ريفيت، زي اركي كاد بقى بيم بقى باشمهندس عمر هو اللي يحكي انا حمار الحاجات دي ايه تاني؟ في حد بيسأل عن الحاجة اللي بتتبع دلوقتي بيطمن عليها؟ بتتبع دلوقتي ازاي؟ الحاجة القطعة اللي بتتبع، ايه اخبار القطعة اللي كنا بنعمل لها طباعة؟ للأسف لما انا نزلته تحت فالبرفورمانس بتاع الجهاز ما فهمش انا بعمل ايه، فراح مكنسلها، لان هو بيبقى عايز البروسيسور كله، ما ينفعش ان انا انزله انا كنت عارف انه هيفصل عامه، بس انا كنت عايز اوريهم بس هو بيبتدي يعني، ولذلك انا مجهز التاني اللي هو ده دي السبورت بتاعتي. بالظبط، انا مجهزها لان انا عارف انه هيفصل للاسف يعني. تمام، هل في اسئله ثانيه؟ اسئله ثانيه يا اصدقائنا الاعزاء؟ الحمد لله. طب نستاذن حضرتك بس ناخد صوره جماعه مع حضرتك. يا فندم ده انا تحت امرك، ده انا ممكن اركب لك نفس الفوتوشوب في نص الشاشه اطلع موديل من 3 دي ماكس ينفع. دكتور احمد من الناس الممتازه جدا في الفوتوشوب، وليه يعني ما شاء الله طولات وجولات. شفت الموضوع طبعا. مصطفى جبر بيحب الفوتوشوب. زهير باشا صباح، يعني انا تحياتي ليك من القاهره الى انجلترا طبعا. عزيزي عن جد ممنون لهذه المحاضره الجميله. هيبقى لنا لقاء اكيد قريبا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. واحنا حاطين الرابط اساس رابط تسجيل الحضور، لو حد حابب يسجل حضور عشان ان شاء الله نطلع شهاده من دكتور احمد. ده احنا غلابه خالص، ده احنا لا العفو استاذنا، لا لا ربنا يزيدك. انا ممكن ابعت لكم الديجيتال سيجنتشر بتاعتي نوزعها عليهم، كل واحد يعمل لنفسه. الله يكرمك يا دكتور. انا شايف اصدقائنا بيجوا واحد ورا الثاني اهو، نور حازم بيه. وشايف محمد اشرف حيران يحط السماعه هنا وهنا ولا هنا بس. حاول يعني. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. لينا لقاء ان شاء الله المره الجايه، ويعني طبعا وانا كان هدفي النهارده بصراحه ان انا اتكلم تكنيكال، فعشان كده ما كترتش في الكلام اللي هو ثيوريتيكال، بس يعني لو هنتكلم على الفابريكيشن فالمحاضره بقى اللي هي اللي بعدها بتاعت استوديو 34 دي اللي هحكي فيها بقى عن الفابريكيشن كتير بس، وطبعا نعمل تاني وتالت، احنا بيم اريبيا موجوده واحنا موجودين ان شاء الله طبعا. باشمهندس عمر بكره يجي مصر وتزهقوا مننا محاضرات. باذن الله. الله يكرمك يا دكتور، الف شكر لحضرتك. يلا نشوفكم.